بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي القطعة رقم 16 في السلسلة اللي ربنا ينفعكم بيها إن شاء الله. نخش على طول بقى في الموضوع. بيقول لي جاك lay quiet and unmoving، يعني يستلقي جاك هادئا وبلا حركة. unmoving يعني بلا حركة. for 30 minutes while a stranger repeatedly stabbed him with sharp needles، لمدة 30 دقيقة بينما شخص غريب repeatedly يعني بشكل متكرر، واستاب يطعنه يعني في واحد ايه بيغزه كده بإبر حادة في جسمه يعني لمدة 30 دقيقة، والتاني ايه ساكت كده ما بيتحركش. causing blood to pour steadily out of his leg، blood طبعا الدم، و pour يعني يتدفق الدم من جسمه بايه بشكل ثابت يعني او مضطرد. تمام. جاك ووز جيتين اتاتو، ايه اللي بيحصل بقى في الموضوع ده؟ ايه ده؟ ان جاك بيعمل وشم، يحصل على وشم اللي هو تاتو، بيعمل رسم على رجله يعني. الشخص بقى الغريب ده هو اللي بيعمل له الايه الوشم اللي على رجله ده التاتو. his friend توني had recently got a tattoo، احنا قلنا جيت اتاتو يعني يحصل على وشم. صديقه بقى توني ده مؤخرا عمل وشم، عمل رسمه كده على جسمه يعني. and jack was so impressed by tony's bravery، وجاك كان منبهر من شجاعه توني ان هو يعني استحمل يعني لحد ما واحد رسم له على جسمه يعني. getting a tattoo because your friends، نركز بقى في الكلام، الحصول على تاتو او عمل تاتو لان اصدقائك your friends and peers، peers اقرانك، صحابك واقرانك، have once يعني عملوا التاتو ده، is just one of the reasons why a lot of young people in North America get tattoos. يعني بيقول هو ده السبب اللي بيخلي الكثير من الشباب في امريكا او في شمال امريكا بيعملوا ايه، يحصلون على الايه الوشم ده اللي هو يقلده يعني، يقلده اصحابه ممكن. peer pressure ضغط الاصدقاء، media influence تاثير الميديا اللي هو وسائل الاعلام، and personal expression والتعبير عن الشخص، التعبير عن يعني كل واحد يعبر عن نفسه يعني، التعبير الشخصي او الذاتي. كل الحاجات ديت، كل الحاجات دي بتؤدي الى are some of the common reasons، يعني احد بعض الاسباب الشائعه for wearing tattoos today، لعمل التاتو اليوم. يبقى الحاجات اللي بتخلي الشباب يعملوا تاتو، يقلدوا اصحابهم، تاثير الميديا، يعبر عن نفسه او ذاته، دي اسباب شائعه لعمل التاتو. sometimes احيانا wearing a tattoo can be a sign، تبقى علامه او اشاره that you belong to a certain group، انك تنتمي الى جماعه معينه. certain group يعني مجموعه او جماعه معينه. some of these groups، بعض هذه الجروبس المجموعات او الجماعات، wear only brand name clothes، بتلبس ملابس ليها ذات علامة تجارية يعني معينة يعني. when one's friends، طبعا one دي يعني احنا زي بالبلد كده نقول واحد، لما اصدقاء الواحد او اصدقاء الشخص، ممكن تترجموها كده تمام، يبقى لما ييجوا اصحاب الواحد او الشخص يعني. when one's friends are all doing something، كلهم بيعملوا شيء، that person is more likely، يعني من المحتمل likely يعني من المحتمل، to do the same thing، ان هو كمان يعمل نفس الشيء، يقلد يعني. the media is another big influence، الميديا اللي هي وسائل الاعلام برضو تأثير اخر كبير، behind the popularity of tattoo، بجانب خلف يعني او وراء شهرة التاتو دي in North America. بيقول لي بقى هنا بيقول لي ان التاتوز كان بي سين ده مبني المجهول، يعني يمكن ان يرى on people، على الناس appearing، الذين يظهرون in commercials، في الاعلانات التجارية، بيظهروا في الاعلانات التجارية، selling expensive cars، يبيعون سيارات باهظة الثمن، عربيات غالية يعني. تلاقي بقى اللي بيوقف كده بيعمل الاعلان عامل تاتو. famous sports heroes اللي هم الابطال الرياضيين المشهورين with tattoos are known
ان ماجازينز، معروفين في المجلات، بتلاقيه كده بيتصور البطل الرياضي وعامل تاتو على جسمه. فاشن مودلز، عارضات الازياء، فاشن مودلز اللي هو عارضات الازياء، ار اوفن غالبا، احنا قلنا برضو كهو ار سين يعني يورو، يورو بيتشافوا. طب اوفن غالبا، يبقى غالبا يورو او تتم رؤيتهم ان ماجازينز، في المجلات، اند اون تي في، وفي التي في، في التلفزيون، ويرن ديزاينر كلوز، يرتدون ديزاينر كلوز، ملابس يعني متفصله كده. ذا شو التي تظهر او تبين ذير بارز اجسامهم، تاتود with detailed and colorful patterns، فتظهر اجسامهم موشومه مرسومه يعني بانماط مفصله وملونه. باترنز يعني انماط، يعني اشكال كده، اشكال ايه، اشكال ملونه، مش عارف شكل بقى فراشه، شكل مش عارف نسر كده. these media images، وهذه الصور الاعلاميه images، link tattoos to ideas of wealth، بتربط بقى، بتربط التاتو بالايه، بافكار يعني مثل الثراء، ويلث الثراء، الغنى، سكسس النجاح، اند ستاتس والمكانه، المكانه الاجتماعيه. as a result، ونتيجه لذلك، many people، كثير من الناس، decide to get a tattoo، بيقرروا ان هم يعملوا تاتو for its fashion and status value، بسبب الموضه وستاتس فاليو، المكانه او الهيبه يعني الاجتماعيه، وضعه الاجتماعي يعني. بصوا كده معايا، دي القطعة الأصلية، القطعة الأصلية اللي هتحلوها دي إن شاء الله لوحدكم، هتلاقوا في صندوق الوصف، وزي ما قلت لكم ده الأول بالحل قبل ما تسمعوا الشرح أو أي حاجة عشان تتدربوا يعني. طيب خش بقى على الأسئلة، بيقول لي جاك واز ستابد، طبعا واز والتصريف الثالث الفعل هنا مبني المجهول في الماضي، يعني كان يطعن، فور 30 minutes، لمدة 30 دقيقة، with a needle، بإبرة، because ليه؟ ليه كان، ليه الموضوع ده كان ليه؟ قال لي he was getting a tattoo، كان بيعمل tattoo، يحصل على tattoo، على وشم يعني أو رسم على جسمه، بيرسم جسمه، ولا he was getting his ears pierced، دي معناه بيخرم ودنه، ولا he was getting، ماشي، he was getting a carpenter، دي معناها بيعمل اللي هو العلاج بالابر الصينيه ده. المهم طبعا هو معروف طبعا هي ووز جيتن اتاتو اللي هي اول واحده، ولا كان بيقول لي برده رقم دي، بيقول لي هي ووز جيتن النوز رينج، بيخرم ودنه، مناخيره، بيعمل خرم في انفه يعني. طبعا هي الاجابه هتبقى ايه، هي ووز جيتن اتاتو. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكوردنج تو ذا باسج، طبقا للقطعه دي اللي قدامنا، سام بيبل، بعض الناس جيت توز، بيعملوا تاتو because عشان زي لايك بين، بيحبوا الوجع، بيحبوا يحسوا بالالم، ولا they think، يعتقدون it will wash off the path، بس اللي هو الحمام يعني، ولا بيقول كده كده هيغسلوها في الحمام يعني بشويه ميه. they are religious، متدينين، عشان متدينين فبيعملوا تاتو، بالعكس ده الرسول نهى عن كده. they think، هم يعتقدون it's fashionable، ان دي الموضه، ان دي الموضة، على الموضة يعني، صح. الاجابة الصح هتبقى ايه، زي يبقى هنا نقوله ايه بقى، they think it's fashionable. السؤال اللي بعد كده بيقول لي جاك think، جاك يعتقد، people، الناس، who get tattoo، اللي بيعملوا tattoo are ايه، old fashioned، موضة قديمة، cowardly، جبناء، brave، شجعان، ولا foolish. ها نرجع نفتكر الكلام اللي هو قاله، جاك يعتقد ان الناس اللي بتعمل تاتو دولت ناس ايه، اولد فاشن، دي موضه قديمه، ولا كاوردلي، جبناء، ولا بريف، شجعان. لا بريف، لان هو قال لي ان هو كان معجب بشجاعه توني صديقه، شجاعه ايه، توني صديقه، فهو كان عنده اعتقاد ان اللي بيعمل تاتو ده شخص ايه، شجاع، بيستحمل الوخز بتاع الابر وكده، يبقى كاورد، يبقى بريف، يبقى الاجابه الصح تبقى ايه، بريف، شجاع، بريف. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ذا ريزن، السبب يعني، ان جاك wanted to get a tattoo was، اللي خلى جاك يعمل تاتو ايه،
the influence of friends، تأثير الأصدقاء. جاك، احنا بنتكلم على جاك مش جنرال، مش الشباب عموما، لأن الشباب بيتأثروا بحاجات كتيرة. لا، وبقول لي جاك لما عمل تاتو كان ليه؟ قال لي تأثير الأصدقاء، ولا a desire to express himself، عنده الرغبة ليعبر، رغبة للتعبير عن نفسه، ولا the influence of media، تأثير الميديا اللي هي وسائل الإعلام، ولا all the previous answers، كل ما سبق. لا، الإجابة هي the influence of friends، تأثير الأصدقاء. هو كان متأثر، كان صديقه توني عامل وهو معجب بشجاعته وعايز يعمل زيه، يبقى تأثير الأصدقاء بس. بالنسبة لجاك the influence of friends. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the best title for this passage، أفضل عنوان لهذه القطعة هو the benefits of tattoo، فوائد التاتو، الوشم يعني، فوائد الوشم، ولا where people get tattoo، أين يحصل الناس على الوشم، ولا the dangers of tattoo، ها، ولا why people get tattoo، ليه الناس بتعمل تاتو، يحصلون على الوشم. ايه الإجابة الصح؟ why people، القطعة كلها بتدور على كده، ليه الناس get tattoo، بيحصلوا على الوشم ده. his friend توني، صديقه توني، كلام عن مين؟ صديقه، صديقه توني، يبقى جاك. جاك was getting a tattoo، بعد كده قال ان صديقه توني لسه عامل تاتو، صديقه، يبقى صديق مين؟ صديق جاك. السؤال اللي بعد كده بيقول لي according to the passage، طبقا للقطعة، which of the following are ways، ways يعني طرق، the media use، الميديا بتستخدمها، وسائل يعني بتستخدمها الميديا، بتستخدم فيها التاتو in advertising، في الإعلان، في الإعلان عن المنتج، بتستخدم ايه عشان تعلن عن منتجها؟ وسائل الميديا، sell cars، بيع السيارات، to sell cars، لا هو عايز وسائل يعني ادوات بتستخدمها، قال by using fashion models، بيستخدموا عارضات الازياء، صح، by using sports stars، نجوم الرياضه، برضك صح، يبقى الاجابه هتبقى بي ان سي، الاثنين دول، يبقى هم عايزين بتستخدمهم وسائل الاعلام للترويج على المنتجات وكده، فبتستخدم نجوم الرياضه وعارضات الازياء، نجوم الرياضه وعارضات الازياء اللي هم بيبقوا برضك راسمين وشم على جسمهم، يبقى بي ان سي.